لذة قيام الليل تسوى التعاليل، ولذة صلاة الصبح خير من النوم، ومن رتل القرآن لله ترتيل. فالعز والراحة يبي يسبق القوم، ومن راح عمره بالطرب والمواويل. لذة قيام الليل تسوى التعاليل، ولذة صلاة الصبح خير من النوم، ومن رتل القرآن لله ترتيل. بالعز والراحة يبي يسبق القوم، ومن راح عمره بالطراب والمواويل، ما هو بكاسب غير ضيقات وهموم. يا منزل الانعام والنمل والفيل والعنكبوت وسورة النصر والروم، يا ربي تجعل سيرنا لك تسهيل، ولا تجعل بناسي شقي ومحروم. لذة قيام الليل تسوى التعاليل، ولذة صلاة الصبح خير من النوم. لذة قيام الليل تسوى التعاليل، ولذة صلاة الصبح خير من النوم، ومن رتل القرآن لله ترتيل. بالعز والراحة يبي يسبق القوم، ومن راح عمره بالطراب والمواويل، ما هو بكاسب غير ضيقات وهموم. يا منزل الانعام والنمل والفيل والعنكبوت وسورة النصر والروم، يا ربي تجعل سيرنا لك تسهيل، ولا تجعل بناسي شقي ومحروم. لذة قيام الليل تسوى التعاليل، ولذة صلاة الصبح خير من النوم. لذة قيام الليل تسوى التعاليل، ولذة صلاة الصبح خير من النوم. الإخراج والتنفيذ قناة محمد المدح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.